من جديد يا صباح الخير لك الحدا انضم لنا ولمشوارنا الصباحي لهيدا اليوم على قناة أوغيرت وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا أكيد دائما نحن منقول نحن بلد زراعي وتحديدا محافظة اللاذقية هي الاعتماد الأساسي على الزراعة. تحسين أو ساحر سوري بشكل عام، خلينا نقول مشان ما نحدد محافظة اللاذقية، تحسين التربة، كيف نحن ممكن نتعامل مع التربة لحتى نحصل على محصول جيد، خلينا نقول بعيدا عن السماد الكيماوي. العديد من الحلول، احد اهم هذه الحلول اللي نحن عم نشوفها هلا منتشره هي الفيرمي كومبوست. كان دائما نحن عم نحكي عن الفيرمي كومبوست، ولكن دائما في شيء جديد بهيدا المجال. لنكون اكثر مع هيدا الجديد، بيسعدنا نرحب بضيفتنا اللي اجت اليوم من طرطوس، المهندسه سلافه درويش، وهي حضرتك اكاديميه في مجال تربيه انواع دوده الارض وانتاج السماد الفيرمي كومبوست. يا اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا فيكم، صباح الخير للكل. يسعد صباحك واهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله على السلامة. اول شيء رح نحكي عن المشروع السماد عضوي فيرمي كومبوستد. هو يعتبر من مشاريع الزراعيه اقتصاديه مربحه، بتبنى على المستويين مستوى الاسري والمستوى التجاري. كلنا بنعرف انه سماد فيرمي كومبوستد انه هي فضلات الدود ناتجه عن تغذيه انواع دوده ارض، بتكون مخصصه بيولوجيا لانتاج السماد فيرمي كومبوستد، بتغذى على النفايات العضويه ضمن وبتعالجها حيويا ضمن البيئه الخاصه للتربيه وتحولها الى سماد عالي الجودة. طبعا هذا المشروع فيرمي كومبوست بتتطلب المتطلبات البيئية والمتطلبات الأساسية. المتطلبات البيئية أثناء التربية أنواع من دودة أرض بدها متطلبات بيئية، درجة حرارة بتكون درجة حرارة مثالية، إلى رطوبة، رطوبة عالية، بنعرف أنه ديدان محب للرطوبة، كمان تهوية، درجة بيئتش. متطلبات الأساسية هي المتطلبات الفنية. نحن لازم أول شيء شو بدنا نعمل حتى ننتج في سماد عضوي فيرمي كومبوست، أول شيء لازم نختار المكان، هي المكان من اجل سهوله الوصول اليها هي الموقع. بعدين نحن بنختار المكان القريب من المصدر المياه، القرب من المزارع مشان يقوم بمراقبه الاحواض بشكل دوري والمستمر. كمان تامين الديدان من مصادر موثوقه. طبعا هي ديدان ليس كل انواع الديدان تنتج سماد فيرمي كومبوستد، وانما توجد انواع مخصصه تكون مخططه حمراء، وهي نوعين اسمها ريد ويجلر والتايغر. هدول نوعين مستخدم لانتاج السماد فيرمي كومبوستد بشكل تجاري في سوريا. بالاضافه الى ذلك في قصص بدنا نوضحها نوعا ما، هي من اساس الدوده هي بتنتج هيدا الماده، ولا كيف بتكون الاليه؟ الدود العادية موجودة بالبيئة السورية، هي بتعيش في التربة. شو هي نوع؟ هي فائدتها من ناحية البيئية تهوية التربة والتصريفة وتخزين المياه، بس إذا حطيتيها بالمادة العضوية بتموت لا تعيش. اما الديدان اللي نحن عم نربيها هي اسمها ديدان قمامه، هي بتعيش فقط بشكل سطحي وليس تعيش بشكل عمودي او بشكل افقي. هي فقط عباره عن ديدان سطحيه، يعني تعيش تحت غطاء النبات. فائدتها فقط تغذي على المخلفات العضويه فقط، ولا تعيش بالتراب ابدا. شو دورها هون الديدان؟ شو صارون؟ شو دوره؟ دوره هي الديدان بتحول نفايات العضوية، بتعالجها حيويا وبتحولها إلى سماد عضوي، هذا تستخدم في مجال الزراعة. تمام. طبعا نحن قبل ما نبلش يعني بالتربية أحواض، لازم نحن بنختار المكان، بعدين بنختار الغرف. الغرف بده يكون عندك غرف، بده يكون عندك مستودعات، بده يكون عندك حظائر. هدول الغرف والمستودعات بده يكون محمية من أشعة الشمس والأمطار. كمان نحن بدنا نأمن الآلات الغربلة والفرز. كمان بتوفر عمال ومدربين والخبرات، بإضافة إلى شباك الناعم مشان تغطية الأحواض أثناء عملية التربية، بإضافة إلى لوازم أخرى في المزرعة. كل هذه المتطلبات بيحققنا إلنا شروط المثالية للتربية للديدان، منها مزايا أنه أول شيء بتساهم في تخلط من نفايات عضوية، أنه إعادة تدوير. ثاني شيء بتقلل من مخاطر تلوث البيئة. كمان انه بتوفرنا مصادر الاوليه المتجدده والمستدامه. كمان انه هي بتوفرنا الى نواتج المخصبات الحيويه تدخل في مجال مكافحه حيويه. لذلك هذه تربيه انواع ديدان تتطلب التربيه الصحيحه والرعايه الصحيحه. تمام. اكيد مثل ما ذكرتي حضرتك العديد من الشروط لابد من توفرها، درجه حراره، تهويه، رطوبه وغيرها، لحتى نحصل على هيدي الديدان. مثل ما ذكرتي حضرتك كمان انه العديد كل
المخلفات الموجوده بالبيت، يمكن هيدي سهوله الانتاج الفيرمي كومبوست، كل النفايات الموجوده ضمن البيت انا ممكن استفاد منها بانتاج الصماد العضوي. بتصححي لي اذا انا خربطت؟ طبعا هي الديدان نحن بعد ما اخترنا المكان بدك تجهزي المزرعه. تمام. تجهيز المزرعة هي عبارة عن المهد المناسب. مهد المناسب عبارة عن الفرشة. الفرشة هي المكان بتستقر فيها الدودة، بدءا من عملية التغذية والمعالجة حيويا وانتهاء بمرحلة النضج وانتاج الثمار. هون احنا عم نشوف هذه الفرشة هي عبارة عن طبقات من المادة الكربونية اللي هي عبارة عن المخلفات، الورق، الشجر الجاف وقش التبن. والطبقة الثانية هي طبقة نيتروجينية. طبعا نحن بعد ما نجهز المخلفات العضوية التي تم تخميرها بشكل جزئي وهوائيا لازم نجهز المساحة. طب مساحة الأحواض هيدا الحوض لازم نجهز المساحة. عم نشوف هيدا الحوض اللي عم تحكي عنه. طبعا هي المساحة مش هاي، في هاي الحوض، حوض بده يكون مثلا مساحة 5 متر مربع. تمام. والعرض بده يكون متر، يعني 2×5 متر مربع. طبعا نحن هي المساحة الحوض بده يكون ارتفاع عن سطح الأرض عن أرضية 20 سنتيمتر إلى 40 سنتيمتر. تمام. نحن بعد ما جهزنا المساحة بده يكون أرضية الحوض المائلة بحدود 1 درجة مئوية باتجاه العرض، العرض الحوض له فتحة مشان تصريف الماء الزائد. نحن بعد ما جهزنا الحوض بنجهز المخلفات التي تم تخميرها سابقا وبشكل هوائيا. حطينا اول طبقة، طبقة كراتين البيض، بعدين بنحط الطبقة الثانية هي عبارة عن مخلفات العضوية متخمرة التي تم تخميرها بشكل جزئي. رطبناها على الحوض، صارت اصبحت الحوض الجاهز لزراعة الديدان. هلا نحن بدنا نزرع الديدان بهذا الحوض حسب الهدف. إذا كان هدف من التكاثر يتم الزراعة فيها عدد أقل من الديدان بحدود 500 دودة، لكن تحتاج إلى دورة زمنية طويلة لإنتاج فيرمي كومبوست قد تستغرق 6 شهور. أما إذا كان هدف من تكثيف الإنتاج، إنتاج السماد فيرمي كومبوست، نضع في 1 متر مربع حوالي 2000 إلى 3000 دودة، ولكن فترة زمنية تقل حوالي 4 شهور، يعني بنشتري كميات أكبر من عدد الديدان. هذه الديدان تلزمها بعد ما بنزرعها تلزم المعرفة احتياجاتها البيئية. تمام. أول شيء هي مرحلة التغذية. مرحلة التغذية بتصير هي الدودة بتتغذى على النفايات العضوية، وبتصير ما عندها مرحلة التكاثر. هي مرحلة التكاثر الدودة تتضاعف كل شهرين عندما تتوفر لها الظروف المثالية. تصوري أن كل دودة بتاكل الطعام قابل نصف وزنها يوميا، يعني الغرق هي حسب الوزن، يعني هي وزنها 0.2 بتاكل 0.2، تطرح من مخلفات 0.2 غرام من مخلفات السماد يوميا. فهذه الدودة بتمر بعملية المراحل التغذية والتكاثر. التكاثر بتوقف التكاثر عند عملية نضج السماد. لذلك بتمر من مراحل تغذية على هذه النفايات، المعالج الحيوي لإدارة النفايات، بآخر شيء بتدخل في مرحلة النضج. لما بتدخل في مرحلة النضج بنلاحظ الفيرمي كومبوست، هلا هي لما بتغذى على النفايات العضوية بتلاحظ التغير. بعد 3 شهور بتلاحظ في تغيرات بالوسط البيئي. شو هي تغيرات؟ أول شيء انخفاض السماكة الفرشة. أول شيء كان سماكة الفرشة اللي جهزناها سابقا كانت 20 سنتيمتر. نتيجة معالجة الحيوية اللي التهمت الدود هذه النفايات بتنخفض سماكتها إلى أسفل. طبعا هي التغذية ملاحظة بنقدم للوجبة الأساسية للديدان هي مخلفات المطبخ. المخلفات المطبخ لما بنقدم لها قائمة متنوعة طويلة من مخلفات المطبخ بنقدم لها الوجبة الأساسية. طبعا هي الوجبة الأساسية الدودة بتخلصها، ما منضيف وجبة تانية حتى تتأكد من انتهاء من وجبة الأولى. الوجبة شو بتتضمن؟ خلينا نعرف أكثر. مخلفات المطبخ بتتضمن خشور خضار والفواكه، أنواع الحبوب الزرع، بإضافة إلى مخلفات الفطر محاري، كل نفايات المطبخ الموجودة ما عدا أنواع الشطة، البصل والفليفلة والثوم هي غير مرغوبة، والمشتقات اللحوم والألبان وغيرها، والمشتقات الزيوت غير مرغوبة لطعام الديدان. يعني هي مواد خلينا نقول خضار وفواكه طبيعية. تمام. من الأرض. تمام. فقط. هي فقط يعني هلا أنت هي وجبة، مشان في أخطاء بالتربية إنه في بعض المربيين عم يضيفوا الوجبات بشكل دائم، هذا خطأ. نحن لازم نقدم لأول وجبة للدود. هي وجبة بتكون
بتكون متنوعة، مثلا قشور الموز حطينا لها قشر الموز أول وجبة تتخلط، بتتخلط من هي الوجبة، متأكد من انتهاء هذه الوجبة منضيف لوجبة تانية، وهكذا بشكل مستمر مع تغيير النوع المصدر الغذائي. هي دودة بيستمر في عملية المعالجة الحيوية حتى تدخل في مرحلة النضج. هاي مرحلة النضج نلاحظ انه الحوض تغير الفرشة بشكل نهائي، انه صار لونه اسود، صار انخفضت سماكة الفرشة، انخفضت، صارت الديدان ما عاد تتكاثر، بتوقف عن التكاثر، بتختفي علامة السرج من منطقة الجثمة، بصير لون الفرشة اللون الاسود او بني غامق، هذا اللون هي المؤشر الفعلي للسماد. بهذه الحالة لما بتوصل على مرحلة النضج لازم نقوم بعملية ايقاف التغذية. شو الهدف من ايقاف التغذية؟ مشان الدود تلتهم ما يتبقى من مخلفات تحولها الى فيرمي خلال 20 يوم. بعد 20 يوم بنقوم بعملية الفرز، الفرز السماد عن الديدان. كيف بنقوم بعملية الفرز السماد عن الديدان؟ عندنا نوعين من الفرز، اما فرز بالشكل الافقي او بالشكل العمودي. تمام. بالشكل الافقي انه بنحط الطعام المخلفات المطبخ فوق البيئة القديمة، فالدود تتصاعد بالشكل العمودي الى الاعلى، بتجمع البقايا الطعام بنشيلها وبنحطها بالبيئة الجديدة. اما بالفرز العمودي بنجهز البيئة الجديدة الى جانب البيئة القديمة، فالدود بتهاجر من البيئة القديمة الى البيئة الجديدة وبشكل مستمر. لكن هذه العملية الفرز تستغرق خلال 40 يوم او 30 يوم حسب الكمية المخلفات الموجودة. بعد ما بصير تهاجر الديدان بصير نحن عندنا بيئة قديمة، البيئة القديمة نحن بنوقف عملية الترطيب مشان نقشط الطبقة من اعلى، بنشيلها وبنحطها في منطقة مهواد ومظلة لنقوم بعملية الغربلة ونحصل على السماد الناتج هو السماد فيرمي كومبوستد. مع الملاحظة انه الدود بتناسب الظروف المثالية، مشان الظروف المثالية لنشاطها انه هي بدها درجة حرارة 18 الى 20 الى 25 درجة مئوية، رطوبة بدها تكون من 50 الى 70%، درجة بيئاتش بدها تكون 6.5 الى 7 يعني متعادلة. في حال خلل بهذه العوامل ممكن تتأخر في عملية التحلل المواد العضوية او بتقل من نشاط الفيرمي الكومبوستد او تمود في حال انخفاض درجة حرارة او ارتفاعها. تمام. يعني ذكرنا عملية متكاملة ابتداء من يعني وجود المواد العضوية والديدان وصولا ل نحن هوينا هيدي المواد وبلشنا بدنا نوزع على المزارعين. مواصفات اللي بتكون فيها هيدي المادة خلينا نقول، والفوائد اللي ممكن تعطيها للتربة شو هي؟ طبعا بعد ما حصلنا على سماد فيرمي كومبوستد، سماد فيرمي كومبوستد هو غني جدا بالعناصر الغذائية الكبرى والصغرى، فهو سماد البديل الطبيعي للسماد الكيماوي. لكن نحن حقيقة إثبات العلمي انه نحن انه سماد فيرمي كومبوستد لا تغنى عن استخدام السماد الكيماوي، وانما تقلل من استخدام السماد الكيماوي. ليش؟ لانه السماد الكيماوي نحن كلياتنا بنعرفها كانت على حساب البشر منذ البادئ الامل. شو عملت هي؟ على حساب البيئه، انه فقدت خواص التربه نتيجه استخدامها المتكرر عند اضافتها بشكل متكرر ومتراكمي للتربه، ففقدت خواص التربه الفيزيائيه والكيميائيه، وبالتالي ضعفت المقاومه البيولوجيه للنباتات واصبحت اكثر عرضه للإصابة بالأمراض والحشرات، وفي نفس الوقت أثرت على الطعم وأصبح الطعم غير مقبول بالنسبة لمجتمعنا. لذلك هذا سماد الفيرمي كومبوستد تقوم بعملية المعالجة الحيوية لهذه التربة، أي تقوم بعملية ترميم التربة وصيانتها وتخصيبها بشكل تدريجيا مو دائما. يعني أنت كل ما بتضيفيها بشكل تدريجي بعد 5 سنوات بتحصلي على تربة فعالة غنية جدا. السبب الرئيسي لأن سماد الفيرمي كومبوستد تحتوي على ميكروبات النافعة، هذه الميكروبات النافعة تقوم بعملية القضاء على الميكروبات الضارة وبترممها للحبيبات التربية للمريضة وبتحولها إلى التربة خصبة فعالة جدا للنباتات مما يسهل امتصاصها. كمان في شغلة تانية، نحن بنعرف أن السماد الكيماوي تعمل حرق للنباتات عند إضافتها للشطول أو النباتات، بينما السماد العضوي لا، فيك تضيفيها بأي وقت من أوقات عمر النبات أو مراحله. كمان هو رائحته بتشبه رائحة التراب،
باضافه انه هو ما بياثر على الاطفال على عكس السماد الكيماوي، باضافه الى سماد فيرمي كومبوزيت بتساعد على احتفاظ التربه بالرطوبه، يعني بتخفف بتوفر لنا نسبه المي حوالي 30% بسبب وجود الاحماض الامينيه الداخله في التركيبها. لذلك نقول ان سماد فيرمي كومبوزيت هو صديق للبيئه، تساهم في تعزيز الاستدامه البيئيه الزراعيه، فهو حل مثالي للدخول العالم في مجال الزراعه العضويه. طبعا يعني كنا عم نحكي عن الفرق ما بين السماد الكيماوي او هو يمكن السماد الفيرمي كومبوست مثل ما ذكرتي حضرتك هو مكمل للسماد الكيماوي اللي نحن عم نستخدمه، ولكن حضرتك كمان عندك ابتكار جديد من حيث دراساتك حول الدودة الارض، عندك مستحضرات عضويه تم اكتشافها من دودة الارض، نحكي عن هيدي المستحضرات وشو فائدتها للتربه ست سلافة؟ فائدتها للتربه سماد فيرمي؟ لا عم نحكي عن مستحضرات، حضرتك انت كمان مستخرجه مستحضرات طبيعيه عضويه من دودة طبعا الارض. بعد ما انا انتجت سماد عضوي الصلب ابتكرت التقنيات الجديده ومنها شاي فيرمي كومبوست. شاي فيرمي كومبوست هي طريقه بسيطه وسهله لكن لا تخزن لفتره طويله، تستخدم مباشره في مجال مكافحه الحيويه للرش الوقائي مثل الام هيدي اللي عم نشوفها على الشاشه ست سلافة، بس نتاكد منها. هذا هو عباره عن هذا السائل سماد الدود. طبعا هذا السائل سماد الدود يدخل في مجال مكافحة الحيوية، أنا عم استخدمها في مجال السقاية المزروعات أو رش الوقائي على النباتات، هذا كتير فعال ضد الأمراض والحشرات. هون احنا استخرجناه من نفس ديدان الأرض اللي عم نشتغل عليها من إنتاج الدود. لا هو في أنواع من مستخلصات، لعنا الشاي فيرمي كومبوست بنستخدمها مباشرة، هذه ما بتخزن. بينما السائل سماد الدود أنا هي بتخزن معي 6 شهور إلى سنة. يعني هي بتصدر فيك الصدريه، بس شاي فيرمي كومبوست بدك تبيعيه مباشره على عكس سماد السائل فيرمي كومبوست. نيناتون كلياتون بالاجملها تدخل في مجال مكافحه الحيويه، هذه بتوفر اقتصاديا فعال اقتصاديا امن للبيئه. كمان احنا بنرش على الازهار في اي وقت من اوقات التزهير لانه هي ما بتاثر على حشرات لما بتقوم بعمليه تلقيح الازهار على عكس الاسمده الكيماويه. اسمده كيماويه اذا رشيتيها على الازهار بتفشل عملية العقد، ما بصير في الثمار بالمرحلة اللاحقة، بينما سماد السائل إذا بترشيه على الإزهار بتأثر بشكل إيجابي وبتزيد من نسبة العقد على الأشجار. لذلك هذا النوع من مستخلصات كتير مهم بالنسبة للبيئة. كما ابتكرت من ديدان النفسة مساحيق التجميل، وللأسف أنا جربتها للبشرة لأنها غنية جدا بالكولاجين، بس للأسف هون مجتمعنا ما أنا مرغوبة بالنسبة لنا، لأنه أنا شفتها وين بالصين واليابان عم يستخدموها، هي منتجات التجميلية بالكولاجين للبشرة، عم يستخرجوا منها المتممات الرياضية وكمان للأسنان معاجن للأسنان، بإضافة إلى أن كمان من هي ديدان عم يأكلوها أكل بيطبخوها بياكلوها في دول النامي والمتطوره كما في كندا والصين، اما نحن بالبلدنا ما انا مرغوبه لهالشيء حسب العادات والتقاليد. كما ان انتج من ديدان النفسه ديدان مجففه مرغوبه عندنا بالبلدنا بهدفها تقديم العلف للحيوانات. بس نرجع على موضوع التجميل، مستحضرات التجميل اللي عم حضرتك اشتغلتي على هيدا الموضوع؟ انا اشتغلت عليها اعطتني فائده منيحه، انا بتشد البشره. كيف تم انتاجها من نفس هي الى طريقه خاصه هي الى طريقه نفس دوده الارض اللي نحن عم نستخدمها؟ لا هي من هي ديدان هي مخططه حمراء، وليس كل انواع ديدان تدخل في مجال التجميل. انواع المخططه هي تدخل دائما في مجال التجميل، اما الديدان المجففه باي نوع من انواع الديدان المجففه تدخل في العلف للحيوانات وخاصه للاسماك والدواجن. ليش؟ لانها تحتوي على نسبه عاليه من البروتين. فكتير هذا النوع من ابتكارات كتير مهمة جدا للبيئة الزراعية، فعالة اقتصادية وآمنة للبيئة، كما بتوفر للمزارعين، يعني بدل انا ما انتج انا مثلا من كيلو سماد فيرمي كومبوست بحط ب 10 لتر مي بصير عندي 10 لتر السائل، 10 لتر السائل بتخفف كمية معينة من الماء، يعني كافية لتغطية المساحات الواسعة من الأراضي الزراعية. تماما، يعني فوائد كثيرة مثل ما ذكرنا لهيدي الديدان، وقادرين نكون يعني نستفاد منها اقتصاديا ان كان بالمجال الزراعة او بالمجال الطبي التجميلي مثل ما ذكرتي، وهيدي يعني من تجربة حضرتك بهيدي القصة. كلمة أخيرة بتحبي توجهيها لكل اللي عم بيشوفونا حابين يبدأوا بهيك مشروع، شو الخطوة الأولى؟
بالنسبة للمشاركات يعني؟ بالنسبة للأشخاص اللي حابين يبلشوا خلينا نقول باستخدام المواد الطبيعية أو حتى صناعتها، شو بتحبي تقولي لهم؟ بالنسبة للمنتجات اللي بنصنعها هلا، بالنسبة لمنتجات التجميل هلا بدها دراسة طبية، بدها دراسة طبية إجباري، لأنه بخاصة بالتعامل مع الجامعات، كلية الطب، كلية الصيدلية. أنا تواصلت مع أحد من دكاترة كلية الصيدلية إنه كشف عن عقار الموجود بالدودة، إنه هي عم تدخل في علاج الأمراض السرطانية لأنها انتشرت في ألمانيا. يعني بنصح للطلاب، بننصح للدكاترة إنه استفادي من هذه التقنيات الجديدة، لأنها بدها أجهزة متطورة حتى نعرف التركيب الداخلي في هذه المادة. تمام. أكيد. شكرا كثير لحضرتك على هذه المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. طبعا اكيد انت عندك العديد من المشاركات، ويا ريت لو وقت البرنامج كان بيسمح اكثر. شرفتينا والحمد لله على السلامه، وشكرا على هذه المعلومات الغنيه اللي قدمتي لنا اياها وللاخوه المشاهدين بعمليه انتاج الفيرمي كومبوست. المهندسه سلافه درويش، شكرا لحضرتك. اهلا وسهلا فيكم يا رب، نورتينا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا فيكم.